البعض يقول بأنه يعني مسألة التعتيم وربما عدم إعطاء معطيات حقيقية لما جرى في الهجوم انتهجتها أيضا إسرائيل حينما ضربت إيران إسرائيل. كان هناك أيضا تعتيم على وسائل الإعلام وما إلى ذلك، ولكن في نفس الوقت خامنئي قال لا يجب تضخيمه ولا التقليل منه. صحيح، أقصد يعني المواقف الرسمية الإيرانية في اليوم الأول كانت تقلل من حجم الخسائر. خامنئي خرج في اليوم الثاني يوم أمس قال لا هذا خطأ ولا يجب التقليل من حجم الخسائر، ولكنه أحال مسؤولية الرد إلى المسؤولين الإيرانيين، وهذا بالرغم أنه هو وفق الدستور الإيراني المرشد الأعلى هو القائد العام للقوات المسلحة، هو الذي يحدد السلم والحرب وقرار القيام بأي عمل عسكري. اليوم تصاعدت التصريحات شيئا فشيئا بعد تصريح المرشد، لكنها مثلا حسين سلامي كان معروف بتصريحاته النارية، مثل أن إيران ستدمر إسرائيل في 7 دقائق وأحيانا 12 دقيقة وعشرين دقيقة. اليوم لم يصرح بهذا، قال أن الرد سيكون متناسبا ومتفاوتا وحسب ما تختاره إيران. يعني هذه النبرة غير المعتادة من إيران، بالإضافة إلى لجوئها إلى مجلس الأمن والحديث عن رد متناسب ومتفاوت. طيب الحديث عن الرد المتناسب، يعني أننا باختصار لسنا أمام يعني في ظل هذه الأجواء والموقف الأمريكي والوضع الإقليمي أمام ضربة مباشرة. قد لا يقتصر بالضرورة رد على تجاه الأراضي الإسرائيلية، يعني عندما يقول أو تقول بعثة إيران لدى الأمم المتحدة بأن الطائرات الإسرائيلية هاجمت مواقع عسكرية إيرانية من الأجواء العراقية، قد يرجح هنا فرضية الرد عبر الوكلاء من العراق ربما على القواعد الأمريكية، لأنه قالت بأن الولايات المتحدة الأمريكية هي شاركت في ذلك. صحيح، هو الرد من قبل الوكلاء هذا مستمر منذ يعني 7 من أكتوبر، يعني إيران نقصد يعني هنا لن لهذه الضربة لن ترد إيران على إسرائيل مثل ما جرى في الجولات أو الجولتين السابقتين، وبالتالي هنا يعتبر منها بأنه تخفيف من حدة الرد أو من حدة التهديد عندما يأتي من الوكلاء. ربما يعني هناك عدة عوامل يعني يكاد يجمع عليها المحللين على أنه لن تكون هناك ضربة مرتقبة. أولا الخسائر التي تلقتها إيران، مثلا إذا صحت التقارير حول ضرب منظومات S-300، إيران لعقود كانت تنتظر هذه الصواريخ وهذه المنظومة من بطاريات صواريخ من روسيا لكي تعزز قوة الردع لديها. مع تضرر هذه المواقع بالإضافة إلى مصانع الصواريخ خاصة في موقعي خجير وبارتشين في جنوب شرق طهران، قد تكون إيران تلقت ضربة كبيرة ستستغرق وقتا طويلا لإعادة تأهيلها. كما أن الآن الحرس الثوري وفيلق القدس يعملان على إعادة تأهيل حزب الله وما تبقى من حزب الله وخاصة جناح العسكري في لبنان. فإيران لا تستطيع أن تقوم بأي رد مباشر في الوقت الحاضر نظرا لهذه الظروف، نظرا للضربة التي تلقتها داخليا لإضعاف قوة الردع لديها وكذلك إضعاف حزب الله بشكل كبير. والآن إيران يعني يعني حسب ما أعلن بعض قادة الحرس الثوري تحاول أن تعين قادة بدلاء الذين فقدتهم في جنوب لبنان، قيادة سياسية أيضا لحزب الله، إعادة تقييم ما خسرته والتعويض عنه أيضا في الضربة الأخيرة.